وللمزيد من التفاصيل عن أزمات الوقود والكهرباء في سامراء وفي محافظات العراق بصورة عامة، ينضم إلينا عبر الهاتف من سامراء الصحفي عبد الفتاح السامرائي. حياكم الله أستاذ عبد الفتاح، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، حياكم الله. برأيك أستاذ عبد الفتاح، كيف لبلد مثل العراق يسبح فوق بحر من النفط أن يعاني أزمة وقود؟ هل يبدو ذلك منطقيا؟ يعني مع كل فصل صيف وارتفاع في درجات الحرارة، للأسف الشديد ما نلاحظه أنه انقطاع تجهيز منتوج البنزين والوقود الغاز باتجاه محافظة صلاح الدين، وكأن الأمر مقصود لمحاربة المواطن بقوت يومه. ما يحصل أمر معيب ومخجل جدا من قبل الجهات القائمة على موضوع المشتقات النفطية، سواء اتحاديا أو محليا. الأمر مرفوض ومعيب جدا منذ أسبوع أو 10 أيام. طوابير طويلة تقف على محطات الوقود في سامراء وتكليت والشرقاط، وكأن المحافظة لا تعم على بحر من النفط. للأسف مصفى بيجي، الكثير من وحدات المصفى هي تعمل، لكن المخجل أن المصفى يغذي محافظات أخرى على حساب محافظة صلاح الدين، وبالتالي الأزمة تفاقمت جراء يعني أعطال في بعض مصافي الجنوب، وأبناء المحافظة يحرمون من الحصة النفطية الخاصة بهم للبنزين وزيت الغاز. ما نراه وما يعني نتمناه أن يكون هناك مضاعفة للكميات، كميات الوقود التي تجهز بها المحطات، خصوصا وأنه الوقود البنزين العادي وقود رديئة جدا. البنزين المحسن ارتفع سعره بشكل كبير جدا، وهذا مؤثر على المواطن وعلى المستهلك بشكل عام. لا ننسى أنه هذه ليست الأزمة الوحيدة في سامراء وصلاح الدين. يعني للأسف الشديد مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم نعيش أزمة كهرباء خانقة جدا، واستهتار من بعض، يعني عذرا لهذه هذا الوصف، استهتار من بعض أصحاب المولدات الذين يتحججون بأزمة الوقود ليقتاتوا يعني على هذه الأزمات. للأسف الشديد هذه أزمة جديدة، أزمة تكرر كل صيف. اليوم الكهرباء مقطوعة، والأدهى والأمر أن صلاح الدين يمر بها نهر دجلة وتعيش اليوم أزمة ماء. طيب ما الحجج الحكومية؟ نعم أستاذ عبد الفتاح، ما الحجج يعني الحكومية؟ أنا أتكلم بصراحة. اليوم المشكلة الحكومية أنه الكل يتحجج بموضوع التخصيصات، وهذه ليست حجج غير مقبولة للأسف الشديد. موضوع التخصيصات يعني استهلك هذا الموضوع، لكن لا يوجد متابعة، إهمال حقيقي، جهات الرقابية غائبة، النواب ومشغلين بالصراعات السياسية. هل هو إهمال مقصود أم أن الموضوع موضوع فساد؟ لا، الموضوع إهمال مقصود، وبالإضافة إلى ذلك موضوع فساد أيضا. يعني لا يمكن أن ننكر ذلك، خصوصا وأن المحافظة يعني أذكر لك جزئية مهمة. مشروع الماء المركزي في سامراء مشيد عام 1980، والمدينة توسعت يعني منذ 44 عام. المدينة توسعت بشكل 60% من الأحياء السكنية، وبالتالي مشروع الماء يغذي 40% من الأحياء. فالجهات الحكومية تضطر لمراشنة الأحياء السكنية حتى يصل الماء إلى المواطنين. هذا الأمر هو يعني إهمال واضح، لأنه من 44 عام، من 1990 إلى غاية اللحظة، لم يشيد مشروع إضافي في المدينة. وبالتالي الأمر محزن ومخجل، والكل منشغل كما ذكرت لك بالركض وراء المناصب، وكذلك يعني قوت المواطن يعني يملأوا جيوبهم بالفساد للأسف الشديد. يعني هذه الأزمات تغيب لمدة ثم تظهر مرة أخرى كما هو الحال في أزمة الوقود في سامراء وغيرها أيضا، هل هناك من يحرك الأمور من خلف الستار برأيك؟
يعني هي كلما يعني اشتدت درجات الحرارة كل ما بدأت هذه الأزمات. السبب حتى ينتعش أصحاب السوق السوداء باتفاق وتواطؤ من البعض، سواء في محطات الوقود الأهلية أو محطات الوقود الموجودة في المحافظة. للأمانة المحطات الحكومية برغم أنه هي يعني متهالكة وقديمة جدا، لكنها تؤدي دورها بشكل كبير جدا. لكن المحطات الأهلية وبعض المحطات الموجودة بالمحافظة يعني دائما ما تقوم بتوزيع نصف المنتوج وبيع نصف المنتوج الآخر للسوق السوداء. وهذا يعني وهذه رسالة واضحة ونوجهها إلى كل الجهات، سواء في جهاز الأمن الوطني، في جهاز الأجهزة الأمنية الأخرى، بضرورة مراقبة هذه المحطات يعني ومتابعة ملف التهريب، لأن المشتقات تهرب خارج المحافظة باتجاه المحافظات الشمالية وحتى بعض المحافظات أو الدول المجاورة. هل هناك بدائل يلجأ إليها الأهالي؟ يعني خاصة نتحدث عن لهيب فصل الصيف ونقص الوقود والكهرباء، هل هناك بدائل يلجأ إليها الأهالي في مثل هذه الحالة؟ يعني لقضاء أوقات الصيف حتى هذا المتنفس الوحيد الذي يعني كنا نذهب إليه باتجاه نهر دجلة قد حرمنا منه، وبالتالي البدائل محلوم يعني محرومين منها بشكل كبير جدا. يعني الكل كان يقضي أوقات الصيف بنهر دجلة، لكن لأسباب ولسبب ما منذ عام 2007 ولغاية الآن نحن محرومون من السباحة في نهر دجلة، وهذا الأمر أيضا معيب جدا. وكثير من المناشدات أطلقناها والكثير من التحركات على مستوى المحلي والمركزي، لكن ما من مجيب، وكأن المواطن اليوم يعيش مواطن من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة في هذه المحافظات. فعلا هذه المحافظات اليوم منكوبة وبائسة، ومع يعني حلول عيد الأضحى المبارك أنا أحكي لك بأرقام رسمية أنه أكثر من 50,000 أو 60,000 مواطن غادروا محافظة صلاح الدين ووصلوا إلى يعني إقليم كردستان لقضاء أوقات العيد، لأنه لا بدائل لهذه الأزمات ولا حلول إلا الهرب منها باتجاه محافظات إقليم كردستان اللي شكرا نتمنى لها الأمن والسلامة بشكل كبير. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من سامراء الصحفي عبد الفتاح السامرائي، شكرا جزيلا لك.